اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله اسلحه الجيش المصري اللي بنتكلم فيها عن اسلحه المشاه. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن سلاح جديد وهو المسدس الايطالي بريتيا 92. والمسدس بريتيا 92 هو ضمن سلسله من المسدسات او من الاسلحه النص اليه اللي بتنتجها شركه بريتيا الايطاليه. المسدس بريتيا 92 اتنتجت النسخه ال 92 منه سنه 1972، والنسخه دي شغال انتاجها لغايه دلوقتي، وكل نسخه بتنزل من السلاح بريتيا او من المسدس بريتيا بتكون بعيار مختلف عن العيار اللي قبله. واستبدلت القوات المسلحة الأمريكية المسدس بريتيا 92 من طراز 1911A1 بالطراز 92F أو ما يطلق عليه M9، وده كان سنة 1985. بيعتقد الخبراء العسكريين إن المسدس بريتيا 92 من أفضل وأجمل المسدسات، لأن طول السبطانة الخاصة بالمسدس بتبقى أزيد من جسم المسدس بمقدار أو بحجم قليل جدا، وده بيسهل إن يتركب كاتم صوت على السبطانة أو على المسدس نفسه عشان يتم حماية المطلق من صوت المسدس. بالرغم ان المسدس بريتيا 92 تم انتاج 5000 نسخة منه بين سنة 1975 و 1976، الا ان النسخة الاصلية من المسدس ده تم انتاجها الوقت الحالي او في خلال العشر سنين الاخرانيين اتنتجت حوالين 4 نسخ واربع اعيره مختلفه. والاربع نسخ اللي اتنتجت من المسدس بريتيا 92 هما دي اس ودي وجي واف اس. لما نتكلم عن تاريخ المسدس بريتيا، فتاريخ المسدس بريتيا هو تطوير لنسخ نزلت من الشركه بريتيا الايطاليه، واللي كانوا ام 1922 وام 1951. وبيعتبر المحللين والخبراء العسكريين ان المسدس بريتيا ام 1992 او بريتيا 92 هو تعديل او تطوير او مزيج وخليط بين المسدس بريتيا ام 1922 وبريتيا ام 1951. قدر المصممين والخبراء العسكريين اللي موجودين جوا شركة بريتيا الإيطالية إن هم يعملوا أول نسخة أو أول تصميم للمسدس بريتيا 92 سنة 1975. بدأ الإنتاج في المسدس بريتيا الإيطالي سنة 1975، وانتهى المصنعين والمصممين من الإنتاج سنة 1983. وطبعاً بيظهر الاهتمام الكبير جداً من القوات المسلحة الإيطالية في إنتاج مسدس زي بريتيا 92، لدرجة ان المرحلة الاولى من المسدس ده اتنتج فيها حوالي 7000 نسخة من المسدس بريتيا 92. متصورين ان المرحلة الاولى بس كان فيها 7000 نسخة، وكمان باقي المرحلة او باقي النسخ اتنتجت في المرحلة التانية، معنى كده ان في تطوير نزل على بريتيا 92 وتكمل بقية العدد في المرحلة التانية. معنى كده ان ايطاليا كانت مهتمة جدا بالمسدس ده لدرجة ان هي عملت منه نسخ واعداد رهيبة جدا عشان تساعد الجيش الايطالي، وكمان بيتم تصديرها لدول تانية. وبيستخدم نسخة بريتيا 92 رصاص من عيار 19x9 مم. ودلوقتي هنتكلم عن بريتيا 92 اس، وده اللي جه تطوير لمسدس بريتيا 92، وده كان تلبية لبعض المطالب اللي بتطلبها بعض المنظمات المسلحة في بعض الدول الشرقية. وشركة بريتيا عشان تلبي المطلب ده بذلت مجهود كبير جدا وطورت نظام بريتيا 92 لنظام بريتيا 92 اس، وده اللي اضاف فيه نظام امام لاصق موجود في المسدس نفسه عشان يقدر يحمي المطلق من اثر الصوت او من ردة الفعل بتاعت المسدس. ووصلت اهمية النسخة 92 اس ان القوات المسلحة الايطالية بنفسها اصدرت قرار ان هي تغير كل نسخ بريتيا 92 القديمة لبريتيا 92 اس. دلوقتي هنتكلم عن واحد تاني من اصدارات المسدس بريتيا ام، وهو بريتيا 92 اس بي، وده كان اكتر نسخة نادرة بين نسخ بريتيا 92 كلها. وفي الاول كان اسمه بريتيا 92 S.1، وتصمم سلاح الجو الامريكي. وفي النسخة دي قدر المصممين والخبراء العسكريين ان هم يطوروا بريتيا 92 لبريتيا 92 اس بي، وقدروا ان هم يضيفوا بعض التعديلات زي ان هم يغيروا كتلة القادح اللي موجودة جوه المسدس نفسه ويستبدلوها بواحدة تانية. ده غير طبعا ان المصممين والخبراء العسكريين عملوا تعديلات في اجزاء تانية في المسدس بريتيا 92
اس بي عشان يكون افضل من بريتيا 92 اس، واضافوا وغيروا وعملوا بعض التعديلات جوه جسم وهيكل المسدس نفسه. بالنسبه للدول العربيه المستخدمه للمسدس ده فهم حوالي 8 دول عربيه، واللي منهم مصر والعراق والجزائر والاردن والكويت وليبيا وسوريا والمغرب. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه هكمل كلام معاكم عن سلسله اسلحه الجيش المصري، وهنتكلم عن سلاح جديد في الحلقه الجايه، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.